يشكو سكان قرية أبو صياح الواقعة على أوتوستراد عمان الزرقاء الكثير من المشاكل ونقص في الخدمات، أبرزها انقطاع المياه عن منطقتهم منذ فترات طويلة. صار لنا فترة طويلة بنعاني من المي، ولكن من الشهرين هذول زادت المعاناة كثيرا، يعني حتى صار لها منقطع عن البلد شهر كامل. وعم نجيب مي بالتنكات، واكثر المي اللي عم تيجي بالتنكات غير صالحه للشرب. احنا صارنا نعاني بمشكله المياه هذه تقريبا شهرين. الاقتطاع تام عندنا، الدورات بيعطوهن لغيرنا، لانه هذه المنطقه سكانها ناس فقراء وما بيطلعوا لهم المسؤولين عشان هذا الكلام. لو انه فيها مسؤولين ما بينقطع عندنا هذا، لانه دورتنا بيعطوها للرصيف وبيعطوها لعمان، لكن احنا مقطعين. بنعاني من مشاكل كثيره في هذه المنطقه، مثل الخدمات، البنيه التحتيه، ومنها الشوارع اللي انت بتشوفها امامك اللي هي اغلاق الشوارع. من اول شتوى كانت الشوارع عندنا مغلقه بسبب عدم اهتمام امانه عمان في هاي المنطقه، وهاي المنطقه قريه ابو صياح هي متابعه لمنطقه ماركه لامانه عمان، ومن فترة تأسيسها أو إنشاء هذه قرية أبو صياح. أبو صياح يفتقر إلى شغلات كثيرة، منهم أول حاجة المواصلات، ثاني شيء تراكم المياه اللي أنتم شايفينها ورانا، جور المياه الذي صار أكثر من 5-6 مرات طمم، ولكن من غير جدوى. ثاني شغلة، إحنا نطالب المركز الأمني. احنا في قريه ابو صياح تابعين لمركز امن احد، مركز امن احد يبعد عنا اكثر من 30 كيلو متر، يعني اذا بده يصير لا سمح الله اي شغله في قريه ابو صياح، مشكله او اي بلاغ، بده يتحرك مركز احد بده اقل شيء من ساعه الى 45 دقيقه لما يوصلنا.